كيكه لذيذه جدا جدا جدا، وبنصحكم كلكم تعملوها، مختلفه ولذيذه وكده رطبه، لان احنا بعد ما خبزنا كيكه الشوكولاته بتاعتنا عملنا لها بره زي تشريبه من الحليب المكثف المحلى وصوص الكراميل، وخرمنا الكيكه كويس وحطينا عليها الصوص دي علشان تشربها وتبقى رطبه الكيكه. بعدين حطينا فوق كريمه وسكر بودرة وزبدة فول سوداني، وحطينا بيها غطينا بيها الكيكة كلها الكريمة دي، وبعدين جبنا الشوكولاتة اللي بالتوفي وبالفول السوداني وقطعناها وحطيناها، وما اكتفيناش بده كله، حطينا كمان عليها كراميل من فوق وشوكولاتة. طعمها حلو جدا وتقيلة، بس طعمها حلو. هنعمل ايه؟ مش هناكل منها كل يوم. نحتاج لواحد ثلاثة اربع كوب طحين، وملعقتين صغار بيكنج سودا، ونصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، كوبين سكر، ثلاثة أرباع كوب كاكاو، كوب حليب، نصف كوب زيت. نحتاج لبيضتان وأكيد فانيلا وكوب ماء ساخن. طبعاً هسا بدنا نشرب الكيك. لتشريب الكيك بنحتاج لنصف كوب حليب مكثف محلى وكوب صلصة كراميل. بعدين نروح للمرحلة الثالثة اللي هي للوجه. راح نحتاج لكوبين كريمة مخفوقة، كوب سكر بودرة، ثلاثة أرباع كوب زبدة فول سوداني، شوكولاتة بالكراميل للتزيين، صلصة كراميل وشوكولاتة للتزيين. دلوقتي هنعمل الكيكة، هنحط الزيت وهنحط معاه السكر وهنخلطهم، ونبتدي نحط البيض معاهم. عندنا بيضتين، طبق ده هنا، ونحط الفانيلا، طيب دايما احنا بنحب نحط الكاكاو مع الطحين، يعني مكونات الجافة بنحطها مع بعض. ادي الكاكاو وادي الطحين، كل المكونات الجافة هنحطها مع بعض. تقليبة خفيفة كده ونضيفهم، وآخر حاجة بنحطها المية السخنة. دايماً نتأكد من الجوانب بتاعة الوعاء اللي عندنا عشان نتأكد إن كل المكونات مختلطة مع بعض. أنا سايبك عشان الخطوات براحتك يا شيف. ثواني هجيلك حالاً. نحط الطحين والكاكاو والحاجات دي كلها، وجاهزين بالمية السخنة. عندنا المية اهي، نبتدي ننزل بقى بالمية بالتدريج كده، كوباية ولازم تكون سخنة علشان تفكفك الكاكاو. تمام. وصفات كتير من اللي بيبقى فيها كاكاو بيبقى داخل فيها ماء ساخن دايما، مش دايما يعني بس كتير، عشان يتفكفك. طيب نتأكد برضو من الجناب وكده، نبقى احنا خلصنا عيار الكيكة بتاعتنا. الكيكة بتاعتنا دي هنحطها في صينية مدهونة طبعا، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد من 50 ل 60 دقيقة حسب الفرن عندنا ايه. تمام كده احنا الكيكة بتاعتنا جهزت. احنا الكيكة بتاعتنا اتخبزت، مفروض بتطلع بهذا الشكل من الفرن. حاجة من الاتنين، يا اما وهي سخنة هنحط عليها اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي هو عبارة عن صوص كراميل. صوص الكراميل ده يا اما بنجيب الصوص الجاهز من السوق، او التوفي اللي بنعمله في البيت بنخففه بحليب لغاية ما يبقى قوامه خفيف كده ويبقى عندنا كوب منه. تمام. هناخد دلوقتي نص علبة حليب مكثف محلى وهنحطها على الصوص ده.
خلاص كده بقى عندنا هنا التوفي والحليب المكثف المحلى. يعني شايف ازاي عايزه اعمل خرام كده بهذا الشكل. تمام. شايف كده تمام. وزي ما قلنا يا اما وهي سخنه، يعني انت بدك تتاكدي ان الكراميل شربته من جوه صح؟ ايوه. يا سلام. خلاص هناخد بقى دلوقتي كويس ان احنا اصلا صح اخترنا دي. الواحد عامل كيك وعامل. هناخد بقى الصوص بتاعتنا دي ونبتدي نشرب بيها الكيكه. ايوه ايوه تشربها أيوة كده. أيوة, ايوه 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 ايوه. وزي ما اتفقنا يا اما الكيكه سخنه وده عادي. أيوة. يا اما العكس، بس المهم تبقى في حاجه سخنه في الموضوع علشان الله الكيكه الله تتشرب. الله الله الله. تمام خلاص تمام كده. طيب دلوقتي عايزين نعمل الكريمه اللي هنحطها على الوش. اتفضلي. ثانيه واحده بس معلش معلش سوري يا جماعه. في بس كوب حليب محطوط على الكيكه معلش. تمام. فهنحطها احنا كويس ان احنا لسه بس ما حطيناهاش في الفرن. تمام. فالكيكه فيها كوب حليب. تمام. خلاص للوجه عندك ايه عشان نفكر؟ للوجه خلينا نذكر الناس عندنا كوبين كريمه مخفوقه، وعندنا هذا للوجه طبعا كوب سكر بودره، وثلث كوب زبده فول سوداني. عندنا كمان للوجه شوكولاته بالكراميل، هاي بدنا نزين فيها، وعندنا صلصه كراميل او شوكولاته للتزيين. تمام. عندنا هنا الكريمه المخفوقه اهي زي ما انت شايفها اهو. تمام. معاها ايه بقى؟ معاها كوباية سكر بودرة. نحط معاهم زبدة الفول السوداني. اوكي. وكده نبقى احنا عملنا التوبينج بتاع الكيكة بتاعتنا. يا عيني. ولسه هنحط لها كمان حاجات تانية عشان هي كيكة يعني لذيذة جدا وتقيلة. ما هيش كيكة خفيفة طبعا خالص. طيب خلينا نخفقهم مع بعض علشان كل الحاجات دي تندمج مع بعضها. خلاص فاحنا كده عندنا الكريمة هنا فيها طعم زبدة الفول السوداني، وفيها طعم السكر طبعا والكريمه والكلام الجميل ده. هناخد الكريمه بتاعتنا وهنحطها فوق الكيكه اللي احنا عملناها. الطعم خرافي يا جماعه مش معقول قد وجديد يعني جديد صح؟ يعني مش كيكه عاديه. تسلم. والله ما هي كيكه عاديه، هاي كيكه بتقدر تكتب. كويس كده؟ نعم. طيب. ها. تمام. نجيب معلقة. خلاص؟ لا خلاص، لسه طبعا احنا ما زيناش لسه، ده لسه لا بس يعني هذا خلاص ده تسلم ايدك. ماشي، أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا. هنفرد بقى الكريمة بتاعتنا دي على الوش. أنا كده سويتها. طبعا الكيكة دي حلو انها تقعد يعني مثلا نص يوم كده في التلاجة علشان تشرب اكتر الحاجات اللي احنا حاطينها لها دي. ممكن تجيب لنا كاتنج بورد؟ كاتنج بورد لو سمحت. شكرا يا شيف غادة عشان يعني إيه؟ عملت لنا الكيكة دي. الله يسعدك. طيب احنا في طبعا نوع شوكولاتة كده بيبقى في السوق، في منه انواع كتير. هذا منيح. شكرا. في انواع كتير منه، اي نوع انتوا بتحبوه يكون جواه الكراميل ده كده والفول السوداني. تمام. لا ايوه زي ما ايوه بالظبط يا عبد الله. طيب بنجيبه لانه لايق على، احنا عشان كده حاطين هنا زبده فول سوداني وحاطين كراميل، فهنجيب شوكولاته تليق عليها وهنقطعها.
هذا كراميل علشان الوجه لان فضل خلاص. اوكي خلاص. طب عايزني اخدهم؟ يلا. ما تعرفيش البركه فين؟ مش انت المعلمان الكلمه دي؟ ما تعرفش البركه فين. اخدناهم علشان نحط على الوش. هجيب مقص بس واقطعها ونبتدي بقى ايه نزين. يلا يلا. يا سلام يا عيني. ممكن نحط شوكولاتة ونزين فوقيها كمان. يا عيني والله اللي بيصير كثير. زيني زيني. ممكن اضرب واحدة؟ اضرب. خلاص استنى انا هحط احسن دي كده فوقيها هيبقى شكلها احلى.